ولايه توسع ما تكون رئيسي كان ما يكون برنامجك الانتخابي واضح وصريح وينجم يطبق على ارض الواقع على خاطر يزينا من الوعود الكاذبه على خاطر الوعود اللي تعطيونا فيها الكل ما تنجمش تطبق على ارض الواقع ومن بعد تقولوا معليش عصات سهليه باش نصلحوا كل شيء خلي البرنامج واضح وخلي مفصل كيفاش باش يطبق